السلام عليكم، هذا شرح عن فقاسة برنسي الإنجليزية 14 بيضة كامل المواصفات. هذه الفقاسة نوع ماكسي 2 EX كامل المواصفات، تحمل 14 بيضة دجاج. سعر هذه الفقاسة $200. ميزات هذه الفقاسة هي التالي: متحكم إنجليزي، صناعة إنجليزية، يقرأ حرارة ورطوبة وتقليب ويتحكم بالحرارة والرطوبة والتقليب. يعني هاي الفقاسة فول أوتوماتيك. هاي الفقاسة تدخل الماء من خلال محرك خاص إلى داخل الفقاسة وتتحكم به بالرطوبة. الهيتر لهذه الفقاسة من نوع السيليكون وليس المعدني. هذا الهيتر راقي جدا، يأمن لي زيادة بالحرارة بشكل متجانس. هاي الفقاسة وياها صينيتين، واحدة من عندهم خاصة ببيض الدجاج وواحدة من عندهم خاصة ببيض السمان. هي تحمل 14 بيضة دجاج وتحمل عدد كبير من بيوض السمان. بها محرك تقليب مركزي، ممكن اتحكم منه بالمحرك، خليه يقلب مثل ما انا اريد، كل ساعتين كل ثلاثة كل اربعة، واخليه يتوقف مثل ما انا اريد. هذه الفتحة لإضافة الماء في حالة اذا ما اريد استخدم التحكم الاوتوماتيكي، استخدم التحكم اليدوي. لا افتح الباب مال الفقاسة ولا اغير درجة حرارة الفقاسة، اضيف ماء من الخارج. اما هي هذه الفقاسة فتتحكم بالرطوبة بشكل اوتوماتيكي. فهاي الفقاسة فول اوتوماتيك، سعرها $200. سعرها في الشركة في انجلترا هذه الفقاسة $400 امريكي. عرض خاص لفترة قصيرة بسعر بنصف سعر الشركة $200 امريكي لدى موزعين شركة برنسي الانجليزية في العراق.